هلا مين اللي ضربه ما عم يحكوا؟ حتى لو تبقى يومين من عمر هيدي الحكومة أنا بوعده أنه بياخد حقه. هون نحن علامات استفهام حول أداء الطبيب، مش حنقول وزارة الصحة. نحن نعرف اليوم الأطباء كيف بيجيبوا تقارير طبية. إذا أنا ما شفت علي وما كان علي ما عم بقدر شوفه أكيد بدي أرجع للقانون وبدي أرجع للشرع. لا يحتمل الحرفية هيك موضوع دين رحمة قبل ما يكون قانون دين رحمة باجتهادات وتشريعات فقهاء. ما بيقلي إلي عم نغير للنشر مع ريما كركي تنين 9:30 مساء على الجديد